الو فاروق، كيف حالك؟ فاروق طلبتك. ايه ضرابة، اليوم في جتل. اليوم ضرابة، بننتقم اليوم. ايه تعال فيه شواطير. ايه نفس المكان اللي احنا فيه. يبوا ياك واحد ضريب او واحد ضريب. يلا سلام. نفس اليلسة. شو انت؟ ولا شيء فاضي. زين تعوي ياك. عندك شيء؟ في ضرابة بس. ليش؟ لعبت ياي. يلا. هلا الشباب. كيف حالكم؟ دقيقة. انت جاي تجيبون مواتر تعمل. اخي شو يا بالنادر؟ طول التقرير. شو اللي صاير؟ سيدي صار ضرب سيوف، 4 مصابين، 3 شردوا، هم اللي بلغوا. وعلى المصابين شو حالتهم؟ عندك خبر عنهم ولا؟ لا سيدي، شالوهم بالاسعاف وما عندنا اي خبر عنهم. ما عندك اي خبر عنهم؟ لا سيدي. وين صارت الجريمه؟ نعم سيدي. خالد. سيدي ابيك تتصل للمستشفى، تاكد لي على حاله المصابين. شوف لي إذا في مصاب نقدر نكلمه ولا لا. أمرك سيدي. سلطان. نعم سيدي. هات لي كل المشتبه فيهم، وأي واحد عنده أي سوابق بالاعتداءات والضرب هات لي المركز. يلا سيدي. يعقوب. سيدي. أبيك تسوي لي تقرير عن مسرح الجريمة، وأبيك تشيك لي على مسح الإطارات الموجود خلف المنزل. أمرك سيدي. سيدي. تفضل. في مصاب نقدر نكلمه. صار بحالة المصابين؟ حالة المصابين سيئة يا خالد، كلمت واحد ما عنده معلومات. اتصل بسلطان شوف شو سوى بالمسرح فيهم، اتصل بيعقوب شوف شو صار بموضوع المسح. أمرك سيدي. خالد أبيك تجيب كل اللي مشتبه فيهم، واتصل بمصادر إذا عندهم أخبار ولا لا. أمرك سيدي. دو.
كنت سامع لكل المشترك فيهم اليوم اليوم سلطان. أبي حق اليوم الصلاح. أمرك شيء. دام. هذا كل اللي عندك؟ نعم. يعني هذا اللي تبي تقوله بس؟ نعم. يعني انت ما تعرف عن شو قاعد تتكلم؟ لا ما اعرف شيء. تفضل. تفضل. مرحبا يا طويل العمر. مرحبا. ايه. ايه نعم. شغالين على الموضوع يا طويل العمر ليل نهار. وان شاء الله خلال اسبوع راح يكون انقضتنا. ان شاء الله وعد وعد اعتمد هذا واجبنا يلا السلام شنو هذا؟ سيدي عندنا معلومات بان احد المشتبه فيهم عنده اسلحه في البيت شو تريد؟ خذ اجراءات فورا امرك سيدي سيدي في واحد من المصابين حالته حرجة لكن عندنا معلومات عن الحادث سيدي شو صار في تقرير فرع المصابات يا خالد موجود على المترك سيدي أمرك سيدي يا كرم بعدك مصر على أقوالك؟ أنا ما أعرف أنت عن شو تتكلم شوف يا كرم إحنا حصلنا على الأسلحة في بيتك وتقرير فرع البصمات يقول أن كل الأسلحة عليها بصماتك مع السلاح اللي موجود في موترك وأنهم استخدموه في الاعتداء وسيارتي زخنها رادار يوم الأحد الساعة 4 الظهر كرم أنت شاب أول حياتك وهاي اللي تدافع عنهم ناس لا بينفعونك ولا بيفيدونك بشيء يوم تلبس القضية بروحك وتبهدل ووعدك والله راح تبهدل وهلك ناس تعب عليك يا كرم إن شاء الله حاضر بإذن الله سيدي تفضل فتشنا بيت المطلوبين وما حصلنا شيء وأهليهم خبرونا أنهم سافروا أمس وجاري التعميم عليهم هذا يا أخي خالد أمرك سيدي ضربة كبيرة وقال لي جيب معك شباب
ف انا طالع قلت له اوكي انا ما سالت شو الموضوع اصلا. انا قلت له اوكي ما جميل. وانا طالع حصلت واحد يبيع يالس اسمه ثاني. قلت له اذا فاضي تعال في سالفه في مرابه في شباب. قال لي اوكي باجي ما عندي مشكله. قلت له اوكي اركب. ركب معي وصلنا المكان اللي قال لي عليه اسماعيل الناس اروح عليه. السيارة وحي. هذا اللي عندك؟